السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أو مساء الخير حسب الوقت الذي تستمعون فيه لهذه الحلقة الجديدة من يونس توك. في هذه الحلقة سنتحدث إن شاء الله عز وجل كيف تتعامل بصفتك كاتب محتوى مع طلبات التعديل المتكررة، وهذا يصلح أيضا حتى إن كنت مستقل، لكن التركيز يعني مستقل خبير مونتاج مصمم، يعني راح تستفيد إن شاء الله من هذه الحصة، لكن تركيز سيكون عن كاتب المحتوى. طيب، فبسم الله الرحمن الرحيم، وهذه الحلقة هي قراءة لمقال بالأساس نشر نصيا في مدونة يونس بن عمارة بعنوان كيف تتعامل بصفتك كاتب محتوى مع طلبات التعديل المتكررة. فبسم الله الرحمن الرحيم، مساء السعادة أو صباح السعادة، اقترحت علي الأستاذة دليلة رقاي هذا الموضوع فشكر الله لها، دليلة مشتركة في رديف. ندعوكم أنتم أيضا أيها المستمعون الأكارم إلى الاشتراك في رديف، مبلغ الاشتراك زهيد مقابل قيمة عظيمة جدا بعون الله. فإذا طبعا رابط الاشتراك في التدوين التابع لهذه الحلقة والمقال نفسه في التدوين التابع لهذه الحلقة. فبسم الله، إذا أول شيء نقرأ نص سؤال الأستاذة دليلة، صباحك طيب مبارك، كيف يتعامل الكاتب المستقل مع طلبات التعديل المتكررة، وكيف يقدم تعديلات جيدة دون أن يفقد تركيزه أو عميله، وكيف يجعل عميله عميلا دائما ويجعله مسوقا لخدماته أيضا، بمعنى كيف يكون للكاتب المستقل رؤية بعيدة للارتقاء بخدماته وعمله وليس إيجاد عميل فقط. فبسم الله الرحمن الرحيم، إذا طبعا السؤال عنده عدة جوانب، فنبدأ بالإجابة واحدة على شق تلو الآخر. فبسم الله، كيف تتعامل بصفتك كاتبا مع طلبات التعديل المتكررة؟ لابد قبل أن نجيب على هذا السؤال أن ندرك أنواع التعديلات وأنواع العملاء ثم نجيب. فإذا أنواع التعديلات، لأن الوقت هو رأس مال للمستقل، فمن الطبيعي أن نقسم التعديلات وفق ما تأخذه من وقت. فهناك تعديلات طفيفة وهي تلك التي تستغرق بضع ثواني لإنجازها، وهناك تعديلات معتدلة وهي تلك التي تستغرق بضع دقائق لإنجازها ولا تفوق نصف ساعة، وهناك تعديلات جذرية وهي تلك التي تستغرق نصف الوقت الذي أخذه منك صنع أو إنشاء الملف الأصلي. مثلا كتبت مقالا طويلا في 4 ساعات فإن استغرقت ساعتين أو أكثر في تعديله فهذا التعديل صنفه جذري. ننتقل الآن إلى أنواع العملاء، وتناولنا أنواع العملاء في مقال آخر، يعني عنوانه 4 أنواع من العملاء أحدهم فر منه فرارك من الأسد، وتناولنا أيضا ذلك في مقال 16 توصية ستجعل حياتك أيسر بصفتك مستقلا عربيا تعمل عن بعد بواسطة الإنترنت، وننصحك بأن تقرأهما، الروابط تابعة يعني تلاقيها في التدوين التابع لهذه الحلقة. إذن وفي هذا المقال سنقسمهم إلى أنواع العملاء أخرى مناسبة لغرض المقال، وهم عملاء رديئون من صنف لقد اشتريتك ب5 دولارات، وعملاء متوسطو الجودة، عملاء جيدون. علامات كل نوع من أنواع العملاء هؤلاء، فالعملاء الرديئون من علاماتهم طلب تعديلات لا نهائية، لا يعجبهم شيء، أي لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب، ويعتقدون أنهم منحوك ثروة عندما أعطوك حفنة من الدولارات، وحمقى وأخلاقهم رديئة. والعملاء متوسطو الجودة من علاماتهم كل ما يريدونه هو إنجاز العمل وفق ما يرغبونه بالضبط، يحاسبونك حسابا شديدا على وقت التسليم والجودة، في حين لا يحاسبون أنفسهم على وقت السداد مع أنهم يسددون بالفعل بنهاية المطاف، وتحس أنهم يتعاملون معك فقط لأنهم مضطرون لذلك ومفتقرون للذكاء العاطفي وحسن التعامل، لكنهم أوفياء ماليا ويسددون كل مستحقاتك. فهؤلاء عملاء متوسطو الجودة. الآن العملاء الجيدون من علامتهم منفتحون لسماعك وتعلمك بصفتك تعرف ما تفعله، كرماء ويتخذونك صديقا بعد بضع تعاملات، ويتمتعون بالرأفة والرحمة ويترفقون بك. إذن كيف تتعامل مع كل صنف من أصناف العملاء؟ العميل السيء حقه أن تتخلص منه في أقرب فرصة متاحة لك وتعتذر عن خدمته ولا تعود له، والعميل متوسط الجودة حقه أن تترفق معه وتكون سخيا كريما معه حتى يتحول بإذن المولى وبأخلاقك إلى عميل جيد، والعميل الحسن حقه أن تكافئه على حسن خلقه بالعمل أكثر ومساعدته في أي شيء تقدر عليه وبذل الجهد والدعاء له بظهر الغيب. إذن كيف تقدم تعديلات جيدة دون أن تفقد تركيزك أو عميلك؟ بالوضوح مع نفسك، ذهنك سيركز ولن يتأفف من المهمة
عندما يكون لديك تقسيمات لأنواع التعديلات كما أسلفنا الذكر، كما أنك لن تحس نفسيا بأن حقك بخس لأن التعديلات الجذرية تتقاضى ثمنها بالفعل. طيب، وبالوضوح مع عميلك ستكون علاقتكما مبنية على التفاهم والوفاق، لذا أعلمه من الأول عندما ترسل له أو تسرد عليه ملف خدماتك كيف تقدم التعديلات وتتعامل معها. فلتخبره مثلا أن التعديلات الطفيفة تنجزها مجانا، والتعديلات المتوسطة تنجز 3 منها مجانا، وبعد المرة الثالثة كل تعديل متوسط سيكلف كذا دولار. التعديلات الجذرية المرة الأولى فقط مجانية، وبعدها كل تعديل جذري تدفع مقابله نصف ثمن العمل الأصلي. كيف تجعل عميلك عميلا دائما وتجعله مسوقا لخدماتك أيضا؟ نحن الآن دخلنا إلى شق آخر من أسئلة الأستاذة دليلة. بعد كل تسليم ناجح للعمل أرسل له رسالة، أي العميل، تعلمه فيها أنك متاح لتقديم خدماتك للآخرين. ويستحسن أن تكون الرسالة صوتية، لكن نصية تعمل أيضا. مثلا بعد تسلم العمل منك أرسل لك العميل ما يلي: يعطيك العافية، شغل ممتاز، يسلموا يديك. أكتب له مثلا، وهو مثال حقيقي واقعي مني: في حال عندك أصدقاء أصحاب شركات ومراكز مواقع تراهم راح يستفيدون من خدماتي في التوظيف غيرها، وجههم لي بارك الله فيك، لأني أنا أبيع خدمات توظيف على فكرة، هي مدونتي وقسم الخدمات متنوعة. ثم رابط مدونتي: نحن نعمل كتيبات رقمية، مقالات عالية جودة، وخدمات توظيف وتدريب واستشارات. طيب الآن مبرر هذه الطريقة واضح للغاية، لأن أفضل توقيت للترويج لنفسك يكون بعد تسليمك عملا أعجب به العميل. الآن ننتقل إلى شق آخر من أسئلة الأستاذة دليلة: كيف يكون للكاتب المستقل رؤية بعيدة للارتقاء بخدماته وعمله وليس إيجاد عملاء وحسب؟ معيار كل علاقة حسنة، هذا جواب على هذا السؤال، هو القاعدة الذهبية التي تنص على عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، القاعدة الإسلامية الجليلة التي تنص على أنه لا ضرر ولا ضرار، يعني لا تضر نفسك ولا عميلك، ولا تمنع عميلك من صحتك ما تجور به على نفسك، ولا تبخس العميل حقه، ولا تظلم ولا تضره، ولا ارتقاء للمستقل إلا بانتقاله وتحوله من كونه مستقلا إلى شركة أو مؤسسة. وهذا ما تكلمنا عنه بعون الله وحمده بالتفصيل في عدة مقالات سابقة ننصحك بقراءتها، وعناوين هذه المقالات: كيف تغدو رائد أعمال محتوى وتحول خدماتك لمنتجات، وكيف تنتقل بصفتك صانع محتوى من نمط الهواة إلى نمط المحترفين، وكيف تحفظ حقوقك، وكيف تنجح مشروعك الصغير على طريقة رائد الأعمال التقليدي. هكذا تم المقال بحمد الله. إن أعجبك شارك ولك أجر، أو شارك واشترك في رديف ولك أجرات. شكرا لكم جميلا لا بأس، جزيلا أو حتى جميلا ما في مشكلة، يعني لحسن الإصغاء والاستماع حتى هذه الدقيقة. بارك الله فيكم. إن كان لديكم أي أسئلة تواصلوا معي، هناك زر أخضر يؤدي إلى الواتساب في معظم مقالاتي لمن يريد أن يتواصل معي. شكرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سلام.